الماتريال اللي عندنا هنايا كامل ديال ماكي وصلني حتى للدار عن طريق الروك بويما، وليت بغيت نشكرهم بزاف حيت فريمون عجبني السيرفيس ديالي. اول واخفف حاجه عندنا في هذا البوكس هذا هي بيك نوب ستوديو، اللي هي عباره على كارتسون ولكن ماشي كارتسون عاديه، وفي الفيديو غتعرفوا علاش هذا الكارتسون ماشي كارتسون عاديه. ثاني حاجه العشرين عندنا في البوكس ماكي ام اكس 124 اللي ضرتني في ايدي بزاف لانها ثقيله. في التصويره كيبانوا لكم هادو بلي راهم بيفان ولكن راهم ماشي بيفان، اولا بيفان ولكن ماشي بيفان عاديين، وفي الفيديو غتعرفوا علاش هاد البيفان ماشي بيفان اولا ماشي بيفان عاديين. اخر حاجه عندنا في البوكس ديالنا هي نفس الحاجه اللي دوينا عليها قبيله، غير هذاك الاخر ليفت وهذا الرايت، ونقدر ندير هذا هو الرايت والاخر هو الليفت. هاد الكارتسون العجيبه اللي كتشوفوا قدامكم سميتها ماكي بيك نوب ستوديو. دابا ندوزو باش نتكلمو على اول حاجه كتميز بها هاد الكارتسون. الكارتسون كتقدر تكونيكطيها مع 4 ديال لي مونيتور، او بلغه اخرى جوج ديال الازواج ديال لي مونيتور، يعني ليفت ورايت وليفت ورايت اخر. الحاجه الثانيه اللي كتميز بها هاد الكارتسون هي انها كتقدر تخرج لك الصوت لجوج ديال الميكروات دقه واحده. الميزه الثالثه هي ان هاد الكارتسون كتخليك تكونيكطي جوج ديال لي كاسك دقه واحده، باغ اكزومبل كاسك باش تسجل تراكات ولعيبات، وكاسك باش ميكسي او ميم طون. ولا بحالي انا مثلا كندير الميكساج جوج كاسكات في الخدمه غيعاونوني بزاف باش الميكس ديالي يكون صحيح. والحاجه الاخرى اللي غريبه كتميز بها الكارتسون هي انك تقدر تكونيكطيها مع كارتسون اخرى، يعني تولي خدام جوج ديال لي كارتسون دقه واحده. وغالبا بهاد الكارتسون كتقدر انك تكونيكطي طابله ميكساج او لا اي كيو او لا كومبريسور الى اخره. بنقول لكم الحوايج اللي ما عجبونيش في هاد الكارتسون. اول حاجه هي فاش وصلتني المره الاولى واللعيبات تبانيكيت، بغيت انستالي الدرايفر ما كيبغيش انستالي ليا سطاني واللعيبات، وكانت كتسمعني النويز واللعيبات قبل ما انستالي الدرايفر غير ديرونجاتني، ولكن من بعد انستالي ليا وخدم ليا زعما مزيان بلا حتى شي مشكل بلا حتى شي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش في هذا الكارتسون السكرين اللي كتعطيك داك الليفل تاع الصوت والتويشيات، البلاصه فين محطوطه بالضبط في الكارتسون كتغطي هذيك البطونه منين كتزيد الصوت وكتنقصو. مثلا انا كنكون مريح هنا ما كتبانش ليا، خصني حتى نبقى نميل راسي بحال هكا عادي يبان لي داك الليفل ديال الصوت كيفاش كيضرب. وكاين ماشي شي مشاكل صراحه اللي هما كبار، وحاليا انا راضي على الكارتسون اللي خدام بها. المين ساوند كارت اللي خدام بها حاليا هي هذه العشرين. العشرين تيبانو لكم بزاف ديال البطونات في هذا الكارتسون، ولكن راه ماشي شي حاجه اللي هي معقده ولا شي حاجه. كونيكتي البيفون ديالك في البور بي كتقدر انك تحكم في الصوت من هنا ومن هنا، وهنا عاوتاني كتقدر انك ديزاكتيفي المونيتور او المونيتور بي من هاد البطونات هادو. هنا كاين عندنا واحد البطونه كتكليكي عليها كيتميتها الصوت، هذه حاجه اللي زوينه. واحد البطونه هنا مكتوبه فيها ديم كتقدر غير تكليكي عليها بحال هكا كيرجع الصوت يتسمع موين، الا كنتي مجهد الصوت بزاف بلا ما تنقصو غير ورك على هنا غيتسمع الفوليوم موين. هنايا عندنا واحد البطونه اخرى مكتوبه فيها مونو، صراحه زوينه بزاف الا كنتي بغيتي تميكسي الصوت ديالك مونو، كيولي الصوت خارج من لي مونيتور ديالك مونو، كتقدر انك تميكسي مونو مونو تسمع الصوت كيفاش خارج مونو، تعاود تكليكي عليها وتكمل عاوتاني الصوت ستيريو الى اخره. 3 على 4 من هنا كتقدر تاكتيفي ولا ديزاكتيفي لا كارت سون، الا كون لقيتي هاد لا كارت سون ماشي كارت سون اخرى باغ اكزومبل. هاد البلاصه اللي كتبان لكم هنايا هي خاصه بلي مايك، من هنا كتحكم في الفونتون باور تاع المايك وفي الجين تاع المايك الى اخره. تيخاش الكاسك في البور رقم 1 كتحكم في الفوليوم ديالو، البور رقم 2 كتحكم في الفوليوم ديالو، يعني داكشي صراحه ما معقدش بزاف. عندنا لي بور تاع المونيتور، عندنا لي بور ديال اللي بغيتي تزيد شي كارت سون وشي تويشيه اخرى تكونيكتي مع كارتسون ديالك، وعندنا جوج ديال لي بور اوكسيلير فين كتخشي المايك ديالك. هنا كاين الباور تاع الكارتسون ملي كتشعل كتكونيكطا لا كارتسون مع الضو، وفيش اخر كتكونيكطا مع اليو اس بي اللي كدوز به الكارتسون للبي سي. وهذا كتشوفوا قدامكم ال20 هو البرودوي الثاني اللي وصل للستوديو، وصراحه ثقيل بزاف باش نحطو. وخا يبان لكم باف راه ماشي باف، وخا يبان لكم سبيكر راه ماشي سبيكر، هذا كيتسمى مونيتور ستوديو، حيت هذوك لي سبيكرز ولا البيفان العاديين تيكونوا باغ اكزومبل زايدين فيهم الباس ولا ناقصين فيهم هادي ولا زايدين فيهم هادي باش المستمع يسمع الصوت على احسن طريقه، ولا يسمع داكشي مزدح ولا باش مدورين باش ان يسمع بهم الانسان ويتمتع بالصوت وكذا. اما هذا المونيتور كيداروا باش انهم يخرجوا لك الصوت الحقيقي، يعني الصوت كيف ما هو كيف ما خارج كيتسمع، ومن طوم بواحد الكاليتي اللي هي كبيره والصوت اللي هو فخم واللعيبات. من بين الفرق ما بين لي باف باغ اكزومبل تيكونوا ملتي ميديا ولي مونيتور ستوديو، هو ان داك الملتي ميديا تيكون عنده كابل واحد ديال الضوء تيكونيكتي دوك لي باف بجوجهم، عكس هاد لي مونيتور ستوديو اللي كل زوج فيهم كيحتاج واحد البويسونس كبيره ديال الضوء. كل زوج منهم كيخصك انك تدوز كابل من المونيتور لاكارتسون، وكابل اخر كيدوز من المونيتور للضوء. هاد المونيتور ستوديو اللي كتشوفوا قدامكم حتى هما ديال ماكي سميتهم ام اكس 124. اول حاجه كتميزهم هي لا كاليتي ديال التصنيع ديالهم، صراحه ملي كتهزهم كتحس بهم ثقالين ديال بصح. افر هاد الشيء الحاجه الثانيه اللي عجبتني هي الديزاين ديالهم، زوين تيبانو بروفيسيونيل شي حاجه بعقله فهمتوني. شوفوا معايا باغ اكزومبل كيفاش بانوا هاد لي مونيتور عندي في السيتوب. ابار اللون ديالهم والديزاين والشكل ديالهم اللي هو صراحه زوين، الفتحه ديال هاد لي مونيتور كاينه في الخلف،
الا كان عندك كابل تي اف اس كتقدر تكونيكطاي فهاد البلاصه هذه مع لي مونيتور، اولا من الافضل كنصحك انك تكونيكطاو مع كابل اوكسيلير لانه كيشد مزيان. هاد الكابل ار سي ا صراحه عمري ما استعملته، ما نقدرش نقول لكم حتى ديالاش لان عمري ما استعملته. المهم هنا فيها البور ار سي ا ولا ايباش. هنايا عطينكم ثلاثه ديال لي تايب ديال الاكوستيك سبيس على حسب الروم اللي انت فيها، كتختار تايب اللي بغيتي جاك مريح في السمع ولا ايباش. كاين عندك ا بي سي، اختار اللي بغيتي من هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه كتحكم في الهاي فريكونسي فيلتر، الا بغيتي تنقص موان 2 ديسيبل ولا بلس 2 ديسيبل، وداك الشيء محدود باش يعطيك فريمون الصوت كيف ما خارج ولا ايباش. وهنا فيها واحد الجين ليفل ديال الفوليوم ولا ايباش، تقدر تسكت منه الصوت ديال المونيتور في هاد البلاصه وتقدر تزيد منه الصوت الى اخره. البلاصه ديال الاون اوف منها كتشعل المونيتور والعيبات، والبلاصه اللي كتكونيكطا فيها المونيتور مع الضوء. واحد الحاجه اللي زوينه ومدويتش عليا ان هاد لي برودكت يوصلوا معاهم هاد العيبات هادو باللايسنس ديال لوجيسيال فابور، لوجيسيال ديال الصوت سميتو واي فورم، عمري ما شفتو. وهنايا عندنا بروتوز، بروتوز فيرست، راه ماشي بحال بروتوز التيميت لان بروتوز فيرست كيشطوك مع تيكون محدود شويه، ما فيش لي بلوغين كاملين ولا ما تقدرش تدخل اي بلوغين، تخربيقه محدوده ولكن كوميم راه غالي بزاف، يعني لايسنس راه شي حاجه اللي هي زوين. هادشي اللي كان الفيديو ديالنا العشرين، الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش انكم تسيبورتيو بلايك تسيبسكرايب شي كلمه زوينه في الكومنتات. كان معكم كابريم، تلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله. بيس.